شاركت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية في مؤتمر البث الفضائي الدولي IBC في العاصمة الهولندية أمستردام بجلسة نقاشية حول تجربة الشركة ودورها في تطوير ودعم الإعلام المصري والعربي بصفتها أحد أكبر التكتلات الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعقدت المتحدة للخدمة الإعلامية شراكة إعلامية مع المؤتمر، والذي يعد أحد أهم الفعاليات العالمية في مجال البث التلفزيوني والتكنولوجيا الخاصة بها، ويشارك به آلاف المتخصصين والإعلاميين والقيادة الكبرى لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء. من جانبه قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة عمرو الفقي إن الشركة استطاعت منذ إنشائها أن تتبنى نموذجا اقتصاديا مستداما يستطيع أن يوفر للإعلام كل الإمكانات التكنولوجية.